القهوة يا حبيبي. ايوه منى، كويس ان انت اتصلتي. بقولك ايه، اجلي لي عمليات بتاعت الصبح، خليها بعد الظهر. لا انا مش هاجي الصبح. واي واي، تصبحي على خير. وانت هتنام كده؟ اه طبعا. طيب تصبح على خير. طب انت مش هتفطر معايا؟ طيب. طب ايه؟ طيب ايه كروسانون؟ طيب ناوي تعمل في السنه الجديده؟ هتجوز ولا محمود؟ يا ابني انت متجوز؟ اقول لك شوف امنيه تانية. هكلم رولا في كل برامجها. يا دي رولا، وبعد ما اتكلمها هتحبك وتموت فيك يعني؟ اه يا ابني طبعا. بالنسبه لي الوضع مختلف، انا بتفرج على كل افلامها ومسلسلاتها. ده لوحده مش كفايه، الناس دي بنشوفها في الاذاعه والتلفزيون بس. يا ابني ده انا اليوم اللي عدى عليا من غير ما بشوف رولا في احلامي طبعا ما بتحسبش من عمري. يا ابني سيبك من الجنان ده. يا رب يجي اليوم اللي قابل فيه رولا ونتجوز. يبقى هتفضل مستنى على طول. طيب انا بقى هسيبكم تخانقوا مع بعض واقوم اغير واعمل لكم شيء. طيب تعالى انت بقى معايا. كان في ارنب طالع يلعب، لقى بسكوته جنب الحيطه والطاقه كلها، قال اه يا بطني هتموتني. صاحبك ده مجنون بطريقه مش طبيعيه. عندك حق والله. ده بيفكرني برباعيه صلاح جايين، انا اللي بالامر المحال اختوى، مع ان مراته حد جميل جدا. طيب بس استاذن انا بقى عشان عندي شغل البيت. ايه اللي انت عاملاه ده؟
هنفطر مع بعض ولا راح افطر عند ماما؟ اللهم اهديها يا رب، اللهم نور بصرها، اللهم اهديها، اللهم اهديها وكتر افلامها وكتر جوائزها يا رب، وكتر اعمالها وزود معجبينها وكتر عدد افلامها في السينمات يا رب. انا اللي بالامر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، طلته ما طلتوش ايه انا يهمني، وليه مدام بالنشوى قلبي ارتوى عجبي. انا اللي بالامر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، طلته ما طلتوش ايه انا يهمني، وليه مدام بالنشوى قلبي ارتوى عجبي.